طبعا كانت شرارة بالطبيعة علاقة طويلة أمدها حوالي 17 سنة، كنا شركاء باتخاذ بعض القرارات، كنا أصدقاء، مرت بعلاقتنا بعض البرود بس بقينا أصدقاء. شرار حيدر شخص يحترم نفسه ويحترم أصدقائه وإخوانه. المؤلم بالموضوع، المؤلم إنه مباراتنا كانت بالسعودية وأنا وياه قبل شهرين كنا بالحج سوا، وكل الأماكن توديني إلى شرار حيدر، كل الأماكن اللي أنا دخلتها شرار حيدر قدام عيني، لأن كلهن مرينا بيهن أنا وياه. فلهذا ما تمالكت نفسي من عرضه وصورته. قدمت طلب للاتحاد الآسيوي؟ يعني إحنا لحينا بالطلب، مو قدمنا طلب، لحينا بالطلب، وعلى أساس تنزل صورة، ينزلون بصورة للكابتن شرار، وقراءة صورة الفاتحة للكابتن شرار حيدر ولعدي حاتم زميلنا عدي حاتم الله يرحمه. بس بعدين بعد مفاوضات ورد وبدل قررنا إنه تنشر صورته في شاشة الملعب، وهذا يعني فد نجاح لإدارة نادي الكهرباء إنه صورة الكابتن شرار حيدر تظهر في شاشة ملعب الشرائع في مكة المكرمة.